شكراً. قلت عنه نيشان، هذه أغنية، أغنية من توقيع زكريا بقشة وفنان ملحن معروف على الساحة، ومن توزيع حمزة الغازي، شاب من هذا الشباب اللي عنده لمسة، اللي أنا وهو توافقنا في هذا في الشغل أنا وهو. وطبعا هناك صوت رشيد الطلال اللي ربما أنت سمعت الأغنية، فهذا واحد الباقورة من هذا النوع، لأنه أول مرة له يسمع الجمهور أغنية بروح حسانية أو بصوت رشيد الطلال وبهذا النفحة، كما كنقولوا لها احنا برايك، هذا اطلقنا على هذا بالروح الشبابية. يعني طرحناها للجمهور و يعني كننتظروا الرد ديالهم، لانه ما يمكنش نعدل شيء ما هو باغي للجمهور. هذا طرحته له وكنتمنى باش نشوف اقبال عليه ونشوف استحسنوه، لانه الأغنية مالي والصوت الحساني والأغنية الحسانية، وكشخص الفنانة رشيد الطلال لابد يعني احنا كنقولوا ما لهين نسبحوا ضد التيار، لابد أن بالاستمرارية خاصنا نسبحوا في نفس التيار، والتيار هو فرد هذا النوع من 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 هذا اللون من الغناء وهذا النوع من الغناء. العنوان النشان هو غادي في نفس الموجودة للعناوين التي تثير السامع أولا، وش هذا اختيار أم أن الأغنية فرضت أن هذا العنوان هذا؟ كيف ما قلت لك في الأول، على أنه إحنا ماشيين في الموجة، الموجة على أنه كتختار واحد الحاجة أو اللي كتختار في الكلام، اختار كلام اللي هو متداول، بعيد عندك الأبيات الشعرية المنمقة، بعيد عن اسمه هذا، كتتكلم كتغني بكلام اللي هو كيقولوا أي واحد، لأن أنا عندي غير نيشان بيض بيض كحل كحل، هذه ما خالك حد ما قد قالها، فهمت؟ المرة تقولها لزوجها، التاجر يقولها اللي يبيع له، يعني هذه الكلمة متداولة. هذا شنو نقول لك، فارضته هذه الموجة اللي احنا قلت لك على اني بديت نقدمها للناس، يعني كان تيستيها يعني واش لا يستحسنوها ولا ما لا يستحسنوها.